من جديد وللمرة الثالثة. لفتة إنسانية هدفها المساعدة ورسم البسمة خاضت المعركة يوم السبت الماضي. ألفروان شيف ستارز هوت ميل ماراثون حضر 2000 طبق ل2000 بيت، وهيك إيد بإيد تحقق الحلم. اليوم للمرة الثالثة الأول فور وان شيف ستارز هات ميل ماراثون ثيرد إديشن عم نحضر 2000 طبق تنوصل ل2000 بيت بوقت ماراثوني سريع. عم نحضر مع الستارز الجديد اللي معنا اليوم عم بيشتغلوا، ومعنا جيو ذا كيترينج بوتيك محضر لنا 2000 طبق من اليوم كتير بكير. خلصنا وبعد شوي رح نبلش بالتوزيع. بدي اشكر كل يلي واقفين حدنا لانه نحن مستمرين وما رح نوقف، ورح نضل all for one كلنا لبعض لاخر يوم لحد ما يضل في ولا شخص ولا عيلة بلا طبق سخن وطبق صحي ببيتهم. كريستال فرزلي، دينا عزار، ألين المر وموريس متا، 4 نجوم انضموا لهالعيلة ليساعدوا ويعطوا من قلبهم ويخصصوا نهار للعمل الإنساني. أنا كريستال فرزلي وأنا كتير مبسوطة أكون هون لثالث مرة وكتير فخورة بالأول فور وان. أنا دينا عزار، ما بتعرفوني من وراء الماسك، بس مبسوطة أني أكون هون بأول فور وان شيف ستارز لحتى نقدم شيء لكل لبنان، لأنه بالنهاية كلنا لبعضنا ووجعنا كبير بعرف. ثانك يو أنكم عم بتشاركونا هاللحظة. كتير مهم كل واحد يقدر يستثمر شغله، حياته، جزء منه أقله بالعمل الاجتماعي ومع الانجي اوز. هيك مبادرات كتير مهمة خاصة بالظروف المعيشية والاقتصادية نحن عم نعيشها، نقدر كل واحد على طريقته يساعد. فاكر منك نحن موجودين اليوم هون تقدر نساعد هالألفين شخص بألفين وجبة بنهار طويل. موريس متا. أنا اسمي ألين مور، أول مرة بشترك بالماراثون صراحة. هيك بنص الجمعة كنت شوي خايفانة، كنت قلها لناتالي بركي الاكل ما يقدي، بركي ما نقدر نأمن. كنت قلي مر شربل على طول بالاخر بيجيب لنا كل شيء وكل شيء بيكون مقدم مزبوط. صراحه وصلنا لليوم كله مسهل، عم نحضر 2000 وجبه لنعطيهم لان جي اوز كرمال في عالم بعدها لحديت هلا ما قادره تاكل وجبه واحده بالنهار. بدي اقول ثانك يو للكيترينج بوتيك على مشاركتهم بالهات ميل ماراثون. شربيل 2000 طبق حضرتوا من اليوم الصبح انتم معنا، شو شعوركم؟ نتالي عن جد نحن كثير مبسوطين، ميرسي لانه خليتينا نكون معكم بهالبارت هيدا. كل التعب وكل شيء بيهون، ومهم نشوف انه عن جد في ناس مبسوطه، ولما نشوف انه كيف عم تتحضر الامور وعم بتروح عن جد عن جد هالشيء بيبسط كثير. فميرسي كثير لكم، ونحن بنحب على طول نكون عم نشارك بهيك شيء معكم.